مساكم الله بالخير وحياكم الله مشاهدي مستمعي برنامج بلنتي عبر اذاعه وتلفزيون المرينه. حياكم الله في الساعه الكرويه اللي باذن الله بنستمتع فيها ونتحدث عن كره القدم المحليه والعالميه. اسبوع جديد واليوم يوم الاحد واكيد لازم ندخل فريش لهذا الاسبوع بعد عوده الدوري المحلي وعوده الدوري السعودي وعوده الدوريات العالميه بعد التوقف الدولي. ودام احنا موجودين في هذا البرنامج خلوني اذكركم في البدايه في ارقام البرنامج اللي حاب يتصل او يشارك 22 20 20 90 4، ارقام البرنامج 22 20 20 90 4. وكذلك خلوني ارحب في ضيوف البرنامج الغالين والرواد الدائمين سهيل الحويك. حياك الله. يا هلا وغلا مالك زيزو هاني، ومن له الكابتن محسن الحمد لله على السلامه. ان شاء الله الله يسلمك ان شاء الله يا رب بكره فيه. لا ان شاء الله بكره ابتدى احسن. الله مكروها حبيبي. لا حياك الله حياك الله يا ابو عبد الله ومنور عدينا هلا وما تشوف شر مساء المونت كارلو. امسي عليك وعلى سهيل وعلى زيزو وعلى هاني والمستمعين والمشاهدين. يا سلام يا سلام. سهيل حبيب. طبعا لما نكلمك يمكن عن ابرز احداث صارت في اليومين السابقين يعني في صور ودي نستعرضهم ونشوف تعليقكم عليها واللي صار في الدوريات الاوروبيه. مخرجنا هاني اذا يحط لنا الصور يعني هذه كانت في مباراه اوساسونا سهيل اعلام فلسطين. عطنا تعليقك يا سهيل. يعني اكيد اليوم انت لما تشوف هيك مشاهد على قلتها باوروبا ولكن كانه انت عم تدعي العالم الى الشعور بالانسانيه خي بغض النظر عن الامور السياسيه والامور العقائديه، هيدا امر انساني. فانت يعني بتصير يمكن معلق بخشبه خلاص، وبالتاكيد هذه المشاهد بتعطيك امل انه ممكن الغرب في يوم من الايام كله سوا يوعى على القضيه الفلسطينيه ويوقف معنا وقف الضمير ووقف انسانيه. نعم، وهذا يعني في الانفيلد في ملعب ريال سوسيداد في اوساسونا مختلف الملاعب ابو عبد الله. هذا يبين لك شوف ان الشعوب لها راي اخر عما يحدث وان نعم. ما بيدها القرار، لكن هذا شيء جميل ان كره القدم تعطيك انها ايش كثر هي مهمه وانها تستحق انها تكون في المركز الاول. نعم. في جميع في على مستوى الرياضه. شوف التجمعات هذه الكبيرة وإعلام فلسطين إعلام فلسطين وفي أقوى الدوريات وأكثر حضور جماهيرية وأكثر انتشار إعلامي، كل هذه شغلات إيجابية مثل ما قلت لك تعكس أن الشعوب لها رأي آخر غير اللي قاعد يحدث. نعم أكيد، يعني بصراحة لفتة طيبة أنك أنت تشوف من مختلف الجماهير على مستوى العالم وأن تأثير الإعلام شلون الكلمة اليوم ونشر الوعي ما بين الناس. طبعا لاحظنا يمكن العرب كلهم تغريدات أجنبية تغريدات بمختلف اللغات وصلت لكافة العالم وإن شاء الله الرسالة تستمر أكثر وأكثر. عموما عندنا بريك ديني، خلونا نأخذ بريك ديني ونرجع لكم مرة ثانية. بلنتي الدوري الكويتي. عودة مرة أخرى برنامج بلنتي، وهالمرة الحديث بيكون عن الدوري الكويتي واللي عاد مرة أخرى بعد عدة توقفات دولية والاستحقاقات المنتخب. عموما خلوني أذكركم بالنتائج اللي صارت واللي لعبت إلى الآن. عندنا الكويت تعادل 1-1 مع نادي خيطان، والعربي انتصر 2-1 على نادي الفيحيل، بالإضافة لفوز الشباب على كاظمة 2-1 وانتصار السالمية وقلب الطاولة على الجهرة 2-1. وعندنا اليوم نادي النصر يلتقي القادسية في تمام الساعة 7:15. خلوني أبلش مع المتصدر نادي الكويت ومع أبو عبد الله. أبو عبد الله، نادي الكويت فرط في نقطتين، كان ممكن يعزز صدارته في هذه الجولة ولكن تعثر 1-1 أمام نادي خيطان. شو اللي صار في المباراة هذه؟ شوفوا طبيعي هذا الشيء حدث حتى في الموسم الماضي اللي فاز فيه الكويت بالدوري، أيضا كان عنده تعثرات أمام فيحيل وخسر من الجهرة. عشان نكون الذاكرة موجودة، يعني هذا مو شيء غريب لما تيجي حق خيطان وتيجي حق الشباب مثلا المتأهلين من الدرجة الأولى. أنا قاعد أشوفهم الآن هم قاعد يقومون بأدوار فيحيل والجهرة الموسم الماضي، هم اللي ماكلين الجو الآن، يعني من ناحية الجهاز الفني من ناحية العناصر الموجودة في عمل. لما تيجي حق خيطان مثلا لا تستغرب، ترى الكويت متعادل ويا خيطان. نعم. في الدقيقة مو خيطان متعادل، ترى خيطان القادسية متعادل وياه، مو خيطان اللي متعادل. فهذا يبين لك أن في عمل كبير من على المستوى الإداري الفني والعناصر عندهم
اللي أنا أعتبره قوة بالفريق 50% من قوة الفريق، مو تقليلة من العناصر لا، في أي فريق حراسة المرمى. تعال حق علي فاضل وتصدية لعدة كرات من ضمنها ركلة جزاء، فكل الأمور هذه. تعال حق التنظيم والانضباط، تنظيم الدفاعي والانضباط داخل الملعب. تعال حق التحولات والمرتدات، خيطان هو البادي أمام القادسية وأمام الكويت أيضا بدأ في التسجيل في أول 10 دقائق. كل هذه أمور قاعد يلعب حسن بإمكانياته، قاعد يلعب في طريقة وسلوب لها هوية واضحة. لكن اللي يتكلم عن الكويت إن الكويت ما لعب بالصف، هذا مو صحيح. الصف الأساسي يعني أنت تشوف الكويت لعب بالصف الأول؟ لا لا لا، هذا الكويت الآن عنده 20 إلى 22 لاعب ما تعرف الأساسي من الاحتياط، هذه حقيقة، وهذا السر تفوق نادي الكويت. يقول لك بس 3 محترفين لعبوا. أوكي 3 محترفين، اللاعبين لعبوا حتى البدلاء لعبوا كلهم بالمنتخب، كل اللي لعبوا اللي أنت مريح 5 ونزلتهم الشوط الثاني كلهم بمنتخبات يلعبون. يعني الكويت عنده 10 لاعبين منتخب، نعم، وعنده 5 لاعبين محترفين، وعنده إذا عنده لاعبين برا أيضا تلقاهم بالمنتخب الأولمبي مثلا. هو كافي إنه عنده حراس 2 بالمنتخب، هذه يعني هذه في أقوى مركز أقول لك عنه. الكويت مشكلته ما عرف يتعامل، يعني خيطان أغلق المساحات، وقلت لك كان في انضباط عنده عالي، بس خيطان يعيبه شغلة واحدة، هو الآن عنده 5 نقاط وجمعهم من تعادلين مع فرق كبيرة منافسة على الدوري كويت والقادسية، لكن عنده مشكلة أنه لازم يتغلب على المنافس المباشر. صح. نتكلم على الشباب في حيل، عرفت الأمور، النصر الجهرة. خسر هو أعتقد من النصر الجهرة، المباريات القادمة لازم يتغلب عشان هو هدفه أنه يكون في منطقة آمنة ما يرجع. يعني هذا حتى تصريح مدير الكرة عندهم فهد المطيري، احنا يعني هدفنا البقاء في الدوري زين، وهذا هدف واضح ومعلن صحيح، نعم، لكن يحتاج خيطان ان ما يخسر من المنافسين المباشر، لان احنا شفنا العام الجارة تغلب، شوف مو تعادل، تغلب على الكويت وتغلب على كاظمة وتغلب على القادسية، لكن في نهاية الأقسام ونظام الدوري في القسم الثاني لقى نفسه مع الأربعة اللي تتصارع تحت. زين أبو عبد الله، أنا يمكن بخوض في بعض تفاصيل المباراة، هل تشوف أن الحكم كان مميز في أداء في المباراة هذه سعود السمحان في هذه المباراة؟ نعم نعم نعم، الحكم كان مميز وقراراته صحيحة، قد يمكن ما يعجب الطرفين لأن خيطان متقدم، وأن الكلام أنه عطى وقت بدل ضايع أكثر من اللازم، هذه طبعا تقدير الحكم. أنا أختلف في نقطة، أنه ممكن الحكم يحسب مثلا 7 دقائق، وأثناء ال7 دقائق هذه ممكن توقف اللعب أيضا، هذا مركب، يقدر وقت مركب يقدر يحسبه، خلينا نقول في ال7 دقائق، نعم، مثل وقف 2 أو 3 أيضا، هذا راح يضيفه، ولما يضيفه راح تشوف بالنهاية أنه وصل ل 100 دقيقة مثلا، نعم. فلذلك أنا أشوف السمحان أجاد بامتياز، وأتمنى حتى في طرده لمدير كرة نادي الكويت رئيس النادي السيد خالد الغانم أنه يتخذ هناك إجراء من الاتحاد، لأنه دخل الملعب وهذا خطأ، يعني تحمل مثل ما حدث قبل 2 أو 3 سنين مع الشيخ فهد طلال مباراة سلمية، لما دخل الملعب توقف 2 سنين. أتمنى يكون مبدأ العدالة عشان لا احنا نقول معه وضد، نعم، طبق القانون على الكل، راح تلقى الحكم في أريحية في أي مباراة. لكن ما بيأدش في النوايا، في حكام ترى ما قام يحكمون، صارت نعم. يعني مثل هالأمور هذه بسبب الضغوط، اي 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 بعدوا نعم. حكام يعني، وهذا 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 شيء مؤسف، واحنا مضطرين نتكلم، اذا ما تكلمنا ما فينا خير، نعم، لان احنا ننشد العداله. لما توقف الشيخ فهد طلال كنا مؤيدين، خلاص هو يتحمل، دش الملعب خلاص، قرار واتخذ، نعم، عقوبه في مخالفه، نعم. الان نبي بالمثل، نعم، لا تميز بين فلان وفلان، رئيس نادي شيخ ولا تاجر ولا فقير، تطبق القانون على الكل وفقط، شكرا. نعم، وضحت نقطتك يا ابو عبد الله. سهيل، انا بدخل معاك مع العربي واللي طارد نادي الكويت، قلص الفارق الى 2 نقطة، اعتقد العربي استفاد من هذه الجوله بهذه النتيجه بهذا الفوز امام نادي الفيحيل
2-1. سهيل شلون شفت العربي؟ يعني أول شيء العربي لازم نحن نعترف بأنه منذ انطلاق السيزن هيدا العربي يعتبر المنافس الأول للكويت، إذا اعتبرنا بأنه الكويت هو مانشستر سيتي الدوري الكويتي. اليوم الجميع يطلب رأس الكويت مثل ما بالدوري الإنجليزي مطلوب رأس مانشستر سيتي، فأنا بشوف أنه العربي الأكثر قدرة على منافسة الكويت إلى اليوم، يعني بعد ما تكشفت كل أوراق القدسية، بعد ما تكشفت كل أوراق السلمية يمكن، ولكن على حسب ما شفت بالمراحل الأولى بشوف أنه العربي هو الأقرب لمنافسة الكويت. 3 انتصارات للعربي وتعادلين بعد ما خسر. العربي يمكن تأخر شوي بتحقيق الفوز، يمكن لأنه كان العربي والمدرب الألماني يمكن عم بفكروا أكثر بمباراة الرفاع البحريني المكررة غدا بالجولة الثالثة من كأس الاتحاد الآسيوي، والعربي يحتل المركز الثاني، فرح يكون عنده يمكن جيم كتير صعب على مستوى الآسيا، وبالتالي تركيزه ما كان كتير خلينا نقول مركز على هيدي المباراة. يمكن فات المباراة هيدي حطت بعين الاعتبار انه الخصم ليس يمكن بنفس المستوى، يمكن كان عنده نوع من خلينا نقول الاستهتار، خلينا نقول معليه لسبب. نعم. تأخر الفوز للدقيقة 75 و90، ومن ثم الفيحيل تمكن من تسجيل هدف تقليص الفارق. إذا بتسمح لي مالك فقط، في أنا من اليوم ورايح رح أكون مع العربي مع احترامي عشان للكابتن. المدرب الألماني ولا؟ لا بلا، ليش؟ لأنه كنت عم بتطلع على مدرب بيرداريتش، لعب مع دوسلدورف وليفركوزن وهانوفر وفولفسبورغ، وحتى بين 2002 و2005 مثل المنتخب الألماني 8 مباريات وسجل هدف واحد. فأم سو سوري كابتن محسن، من هلا ورايح رح شجع انا العربي لانه مدربه الماني ولاعب المنتخب الالماني. اسف كابتن محسن. نعم سهيل، انا يعني في رد منك وعبد الله. انا بشجع عبد الماني عشان بس الماني بشجع، بس في انتقاد بقول باخذ رايك فيه. شنو انتقاد؟ في انتقاد على طريقه لبس المدرب توماس، هو عدل؟ نعم، في انتقاد على لبسه وطريقه احتفاله، ظهر ربعنا هني مو متعودين يبون ياخذون المدرب انه يلبس بدله وهذا يوقف وشخصيه. انت ايش رايك سهيل؟ ايش رايك يعني؟ نعم. عشان اقول ليش انه الماني سالت انه هو يعني لابس تقريبا لبس التدريبات، مو نفس اللبس المدربين الرسمي، كان مباراه وديه يعني. نعم. تاخذون او تدريب. انت مع ولا ضد؟ ليك شوف مثلا عندك انت ناجلس من عندما كان يدرب البايرن. نعم. كان يدرب البايرن، اجته انتقادات كثيره على ستايل لبسه، انه كل المدربين عم يلبسوا بدله خلينا نقول ولا شيء، ولكن هو يجي سبورت، فوعده بتغيير ستايل لبسه. اليوم المدرب له حق يلبس اللي بده اياه. بتذكر انا عدد كبير من المدربين كانوا يلبسوا بالطقم الرياضي وناس يلبسوا بدله خلينا نقول. ما انا برايي يعني ربعنا مو متعودين، ممكن ما بعرف، مو ماخذين هلا. هلا في شغله، هلا اذا كان لابس العقال وعطر عقال ومدرب بتتفاجئ، بس اذا لابس لبس رياضي او بدله عاديه برايي. نعم ابو عبد الله، انا ابي لك على القادسيه. انا عندي نقطه على العربي. على العربي عجبتني في نقطه. نعم. شوف الحلول الفرديه، المهارات اللي عند بدر طارق في مراوغته لاكثر من لاعب، وجاء هدف الاول عن طريق خابه. شوف الحلول في الدقيقه 75. خابه تحس الكره تحبه. اي خل خابه يعني الكره تحبه اوكي، لكن شوف بدر طارق. نعم. الاسيست. شوف سلمان العوضي واختراقه من الجهه اليمنى وكرة عرضية. شوف الحلول وين وجدت، وجدت في هؤلاء اللاعبين. الحلول الفردية قاعد تتوفر الآن عند العربي، وهذه نقطة مهمة. قد يكون الفريق ساعات الفرق الكبيرة ما يكون في يومه، ما قاعد أدي صحيح، أو ما عنده حلول في الربع ساعة متبقية، تجد لاعبين مثل هذولا. هذه نقاط تجلب لك بطولات. زين أبو عبد الله، العربي تشوفه محظوظ ولا لا؟ كل صراحة البعض يقول لك إن أهداف العربي شانس. لا ما في شانس، في مهارة. أنا قاعد أتكلم عن عنصر المهارة اللي تواجد باللاعبين العربي. نعم. لما بدر طارق يدش بين 3 لاعبين ويسدد وتقول لي خابة، والله هذا حاض واقف صح. حتى الجول الثاني ترى بندر ما حطها عدل، الكرة اللي طلعها سلمان العوضي لما اخترق الجهة اليمنى وطلع، ترى بندر زلق ولومه متواجد خابة في المكان الصحيح، كان ممكن تروح حق الحارس وطايح الأرض. نعم. إذا تابعت الكرة العربي إذا تابع الهدف الثاني راح تشوف. نعم. بس عفوا مالك، بس بتذكري لأنه بالأسبوع المقبل عنا القدسية والكويت، وبالتالي كان لزاماً على العربي يفوز أمس، يعني أنا قصدي بهذه الجولة، حتى ممكن بالأسبوع المقبل يصير في أي زلة قدم للكويت بيتصدر يعني. نعم. عندنا اتصال من حسن. حياك الله حسن.
مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. حياك الله. مساء عليك وحي موجودين. والله العظيم أنا اليوم يعني أنا طبعا أنا استمتع بالاستماع عليكم. بس اليوم والله كان ودي أضيف نقطة يعني أتمنى كانوا يأخذون حقهم. نعم. يعني بتويتر نادي القادسية اليوم سووا شغلة وايد حلوة. يعني يمكن كابتن مأذن يدري أن حطوا توقيت مباراة. نعم. توقيت مباراة اليوم بتوقيت القدس وحاطين صورة دعم لفلسطين. نعم. فهذه البادرة وايد حلوة من نادي القادسية. إحنا نتمنى أن هالشيء هذا لا يروح كذي. أن الواحد يدعمهم يدعم الحساب لنادي القادسية. ويدعمهم بتويتر. انا هذا شيء وايد جميل يعني. ابو علي انا بعطيك معلومه ترى من ايام الشهيد فهد الاحمد الله يرحمه كان نادي القادسيه وحولي كانت مكان لاخواننا الفلسطينيين كمنظمه وكاي يعني من زمان ترى مو شغله جديده على القادسيه. اكيد كابتن عشان هذا الكويت كلها شغله مو صحيح صحيح لا انا كلمك على القادسيه دام ذكرت طبعا الكويت كلها حكومه وشعب ما في ما شك بس نادي القادسية كان يعني مثل ما نقول معقل للإخوان الفلسطينيين. نعم. هذا ليه؟ والله يعطيك العافية. شكراً شكراً لك يا حسن وأكيد نقول برافو للمركز الإعلامي في نادي القادسية على هذه البادرة الطيبة ودعمهم لإخوانهم في فلسطين والصورة وتوقيت فلسطين فأكيد بادرة طيبة تشكر منهم. أبو عبد الله أنا الحين بدخلك على القادسية دام فتحنا موضوعهم ومباراتهم أمام نادي النصر. متفائل متشائم ابو عبد الله يعني تقريبا باقي ساعه و45 دقيقه على المباراه والله شوف انا دائما متفائل. نعم دائما متفائل رغم يعني الاداء مو عاجب الجميع وهذه حقيقه حتى لو تسال الجهاز الفني وهذا مو راضين على اداء الفريق. نعم الفريق الحقيقه شوف في مفترق طرق الان عند مباراه النصر اليوم لحد ولحد الجاي عند الكويت يعني ست نقاط بيده وبيده الصداره إذا إن شاء الله فاز اليوم. نعم. ويوم الأحد تخطى الكويت فرصة أنك أنت تعتلي الصدارة حتى لو مثل العربي بيفوز في لعبته القادمة راح يكون معاك وتكون أنت في المركز الأول. هذه نقطة مهمة تفادي الأخطاء أبي حق المدرب تفادي الأخطاء سواء على مستوى التشكيل أو التوظيف تفعيل دور الوسط الهجومي. الوسط أنا ما قاعد أشوفه لا فعال من ناحية دفاعية أكثر لما أي حق نادي القادسية ألاقي أفضل دفاع. نعم. استقبل 3 أهداف شيء إيجابي لكن لما أي حق الهجوم ألقى عنده 7 أهداف وهو في الترتيب الخامس من حيث تسجيل الأهداف. أنا أقيس لك بالأرقام عشان أكون واقعي فأنت عندك خلل في الهجوم يعني أنت ممكن تقول لي أنا ما خسرت إلا يعني ما خسرت إلا يعني مثل 4 نقاط تعادلين وعندي فوزين فريق ما خسر أوكي الفريق ما خسر بس خسر 4 نقاط خسر. نعم. من خيطان وكان وخسر من العربي 2 نقطة أنا أتكلم عن نقاط ولا هو متعادل فأنت كثرة التعادلات راح تفقدك نقاط كثيرة. نعم. وهذا ما حصل في الموسم الماضي لما القادسية بدأ فوزين بعدين خسارتين بعدين غير المدرب على ما المدرب استقر على ما شود الطيور طارت برزاقها. نعم. فالبداية جدا مهمة. شوف العربي العام نفس كان بالمركز 9 8 نفس القادسية. نعم. 7 والكويت رايح بالنهاية ما لحقوا الكويت كانت له أفضلية 6 7 8 نقاط وصلت. نعم. فالبداية القوية مهمة جدا مفصلية. ولذلك الكويت شوف الكويت 12 نقطة خذها صحيح تعادل مع خيطان لكن أول 4 لعبات فاز فيهم وتخلص من منه كاظمة والسالمية فهذه نقاط مهمة. اللاعبين أيضا احنا ما نحمل بس المدرب مدرب هو اللي يدير داخل الملعب شغله موجود لكن أيضا اللاعبين والرغبة اللاعبين المحليين اللاعبين اللي ندفع فيهم فلوس اللاعبين المحترفين اللي يو لازم تكون هناك قتال داخل الملعب رغبة. أنت الآن جتك فرصة تعادل الكويت عطاك فرصة أنه ممكن تتصدر خلال أسبوع فيبقى أنا أشوف 50-50 على اللاعبين وعلى المدرب أيضا الجهاز المعاون للمدرب. أنت ما قاعد تقرأ الفرق ال4 جولات هذه لعبتها لعبت 2 ووقفت 3 أسابيع ولعب 2 ووقفت 2 ما. نعم. قاعد تعالج الأخطاء. نعم. ما قاعد ترفع من مستوى المجهود البدني
فكل هذه الأمور أنا أحملها الجهاز الفني الطاقم كله. نعم. ما يصير أحمل محمد إبراهيم ولا أنت حاط صالح الشيخ وفاضل حق شنو؟ نعم. فتشوف يعني طبعًا. الخطأ مو فقط من المدرب حتى. طبعًا طبعًا جهاز كامل يتحمل. نعم. عندنا اتصال ونقول حياك الله. حياك الله أخوي مالك. الله يحفظك. منو معاي؟ معك يوسف هندي طال عمرك. ونعم ونعم يوسف حياك الله. يا هلا رب أحبيك في مستشفى. حياك الله حياك الله يوسف. لكن هو سؤال أقل من 20 ثانية. أبو نعم. عبد الله أشار إلى الهيكل التنظيمي للجهاز الفني. أنا للتو حضرت اليوم الساعة 12 ظهر المؤتمر الصحفي حق توماس برادريتش. نعم. قال إن أنا ما عندي دكة. شيء ثاني إن أنا المصابين أكثر من اللاعبين الأساسيين. بدليل المباراة السابقة ضد الفهيل سلمان العواضي شارك في اللحظات الأخيرة بعد أن أصاب مماد وسيام. الشيء نعم. الثاني سؤال للجميع يعني. نعم. أبو عبد الله ما راح أطول عليكم يعني ما أقول انتقد لكن يدفع باتجاه إنه ممكن شبه نقد إنه صالح الشيخ وحسن فاضل وآرون زوفيتش الصربي اللي كان مساعد مدرب خليجي ومحمد إبراهيم نعم. بعكس العربي اللي بس زميل المساعد الألماني ومدرب مساعد فقط كويتي اللي هو يأخذ دور المترجم ومدرب لياقة فقط نعم. فهل رأيك محسن غانم كونك عاصرت المدرب الصربي بيولا نعم. أو مثلا سكولاري هل أنت تفضل تشوف مو تفضل لأن هذا القصور من جهاز المجلس إدارة النادي ومع المدرب أنه ما يجي طاقم كامل أو يجي بروحه بناء على ثقة المدرب نفسه وبس حاب أشكرك يعني نعم شكرا حياك الله شكرا شكرا لك يوسف على هذا السؤال أبو عبد الله إذا بتجاوب على سؤال أخونا يوسف بخصوص الطاقم الفني في القادسية والعربي شوف أنت تتكلم عن نادي القادسية نعم ونادي القادسية مو إحنا نتكلم بس شي كلام شعارات لا أكبر من أي شخص عندنا في عالم الرياضة نعم أنت جهاز خلينا نقول الإدارة أجلبت أفضل اللاعبين سواء على المستوى المحلي أو المحترفين أنا وجهة نظري أول شيء أن المفروض محمد إبراهيم ما يمسك أنا أجيب فكر جديد مدرب جديد مع استافه بالكامل مو تقليلا من محمد بس لكل دولة دولة ورجل نعم. عرفت فالأمور هذه أنت تحتاج يعني مثلا تيجي حق محمد إبراهيم تعال والله حط منه فاضل ويجيب صالح الشيخ ما يصير أنت محمد إبراهيم شلون بدأ محمد إبراهيم ما يا على طول حطوه الفريق الأول مساحي قاعد كم سنة يطحس تحت قطاع الناشئين على ما صار مساعد باتريسيو على ما صار بعدين مسك الفريق فما احترامي مو تقليلا من أحد يعني أنت لما أنا أتكلم ما أقلل منك أنت على مستوى لاعب على عيني وراسي أنت على مستوى حسن فاضل مال يرموك على عيني وراسي كأشخاص بس أنا أتكلم على مستوى جودة خبرة تدفع هذا النادي اللي صار له 6-7 سنوات ما قاعد يحقق بطولات أجيب ناس خبرة في المجال هذا ومارسة التدريب أكثر من يعني على مستوى عالي زين أبو عبد الله ممكن واحد يقول لي حسن نعم. فاضل باليرموك صالح الشيخ 20 سنة بطولات عالم التدريب يختلف تماما لما تجي حد في جزئية بعد من اتصال يوسف انه يقول لك هل انت مع ان المدرب اي ويجيب معاه طاقم طبعا الطاقم ما له عدل انت الحين انا مدرب اي تجيب لي طاقم من عندك لان في السالمية طاقم كان مختلف محمد المشعان قام نعم. لا شوف يمكن الموسم هذا اختار هو محمد المشعان اختار اللي يبي نعم صح ولا لا ياب عدل. اللي كان بالنصر معاه يابا معاه صح انت المدرب لما يجي انا وياي مالك وياي سهيل هذا شرطي على النادي ما يصير اي يبون لي اثنين صالح الشيخ اشتغل مع كذا مدرب مع ناصر الشطي مع محمد ابراهيم مع بونياك ما يخالف انت متى اشتغل العام نعم ما صار له 10 سنين نعم صار له سنه العام ناصر الشطي مسك ثلاث لعبتين وان شاء الله وبعدين كمل ويا بونياك زين هذول المدربين اللي قاعدين مع احترامي لهم انا مدرب اي تجيب لي مساعدين من عندك اول احط اصطافي تبي تحط واحد من عندك يطالع يتابع يراقب يناقش
ممكن فني فني فهمان خبرة. أنا أكلمك جد يعني شوف لو قال أنا عاشرت فولا عاشرت سكولاري وصارت نقاشات وصارت مع لاعبين نعم تصير ساعات في دروب النتائج الفريق أقعد واسمع وفاهم الأمور هذه. فأنت ما يصير المدرب تتدخل بشغله، أنت تحاسبه على نتائجه. نعم. في أمور سلبية أنت تحاسبه، لكن تجيب لي مدرب وتجيب لي واحد مني واحد ما احترامي لك، هذا نادي القادسية اللي بيزعل يزعل كيفه. نعم وضحت نقطتك يا أبو عبد الله. عموما كان هذا حديثنا عن الدوري الكويتي. خلونا ننتقل للمحور الآخر وهو الدوري الإنجليزي. الدوري الإنجليزي. عودة مرة أخرى الحديث عن الدوري الإنجليزي، وراح نبدأ في مباراة الظهير، مباراة إيفرتون وليفربول، كانت في وقت مبكر بتوقيتنا 2:30 ولكن في توقيت بريطانيا 12:30. سهيل الحويك، ليفربول يعني مرة أخرى يكون توقيت مباراته مبكر ولكن حقق الانتصار 2-0 في الديربي أمام إيفرتون. إيفرتون بعشر لاعبين، الليفر 11 لاعب. شنو رأيك في المباراة؟ أنا أول شيء لما يكون في مباراة الديربي أنت ما بتاخذ بالاعتبار كيف الأداء، يعني امبارح ما كتير عجبني أنا أداء الليفر، ولكن مباراة مثل هيدي يعني ديربي وفيها خلينا نقول تاريخ بين الاثنين، أنا برأيي أنه الديربي رقم 243 بين الفريقين لا ينظر به إلى الأمور الفنية. فقط بدي أشير إلى أنه الليفربول كان متفوق بالطول وبالعرض على مستوى التسديدات على مرمى 6 ليفربول تسديده ايفرتون، على مستوى الاستحواذ 77% ليفربول 23% ايفرتون، العرضيات 25 لليفربول و8 لايفرتون، وبالتالي ليفربول يستحق الفوز. فقط بدي اشير الى انه تحديدا بهذا الجيم محمد صلاح حقق الكثير من الارقام القياسيه، اثبت مره جديده بانه هو الرقم الصعب في الريدز في أنفيلد ولا يمكن الاستغناء عنه. زين سهيل تفضل. يعني محمد صلاح البعض يقول لك امس أداء ما كان زين ولكن سجل هدفين، انت ايش رايك بهالادعاء؟ يعني انا بفضل اذا لاعب انا او نادي بحبه وفي في في داخله لاعب ولم يتالق وجلب لي الفوز بتسديده وحده بنص تسديده، انا هذا اللاعب فاذا قادر يستغل اي موقف لكي يجلب لي الفوز، ونحن شفنا امبارح بركله جزاء او حتى بالتمريره ل نونيز كيف كانت انطلاقة. نعم. محمد صلاح بالتوازي مع نونيز التمركز لكي يستلم التمريرة وعدم تردده بتسديد الكرة مباشرة في مرمى بيكفورد اللي هو حارس مرمى المنتخب الإنجليزي. إذا بتسمح لي أنا على السريع. نعم. مالك فقط بقول أنه قبل 32 سنة محمد صلاح يسجل أول أربع مباريات افتتاحية لليفربول على أرضه، يعني من 32 سنة ولا لاعب تمكن من تسجيل بالأربع مباريات الأولى لليفربول على أرضه، محمد صلاح حقق هذا الرقم. الأمر الآخر أنه ركلة جزاء يلي سددها محمد صلاح وبالتالي ساهم بالتسجيل أو بالتمرير هي المباراة 15 على التوالي، يعني 15 مباراة على التوالي أو محمد صلاح سجل أو عمل التمريرة الحاسمة. وصلاح سجل 200 هدف بالدوري، 104 بأنفيلد، وتجاوز دالجليش وحبيب قلبك جيرارد وبات خامسا في أنفيلد. نعم يعني محمد صلاح أتوقع دخل قائمة الأساطير من زمان. هلأ شوف نعم، ولكن ببداية السيزن مالك كان عندنا شوي تشك بمحمد صلاح، يعني ما كان عم يسجل، ولكن شوي وشوي الذهب يبقى لماعا، ومحمد صلاح تمكن يوم بعد يوم من التأكيد بأنه أنا الرقم الصعب في نادي ليفربول. نعم أبو عبد الله نبي لك يمكن على توقيت المباراة، كلوب أكثر من مرة في المواسم السابقة اشتكى من توقيت المباريات، يقول لك إن توقيت المباريات يعني ليش كل الليفر يعطونا مبكر، فأنت إيش رأيك بكلام كلوب؟ هل معاه حق إنه يشتكي ولا لا؟ والله شيء غريب يعني أنا ماني عارف، يعني في السابق كان ليفربول دائما منافس في جميع البطولات والسنوات. نعم. الأخيرة وصل مرتين لنهائي الأبطال، فما أدري هل هذه الأمور إن لصالح إنه يلعبونا مبكر عشان إنه أنا عندي إحصائية يعني مباراة ليفربول شوف الجاية مع السيتي في شهر 11 راح تكون مباراة رقم 14 اللي يلعبها ليفربول الساعة 12:30 بتوقيتهم بعد فترة التوقف الدولي منذ تولي كلوب المسؤولية.
إذا المركز الثاني منه توتنهام 6 مباريات. شوف الفرق، في فرق كبير. ما أدري هل مستقصد ليفربول؟ يعني أنا ما يمكن نظرتي ما حد يوافقني فيها، أتوقع كذي. أنا أشوف إن ليفربول ما يبونه يوصل لمانشستر يونايتد ويتعادل فيه معه في الدوري. معقول أبو عبد الله؟ إيه، لأنه تكلمنا الحين على هذا الموضوع وتكلمنا على التحكيم اللي قاعد يظلم ليفربول. فكرة كذي ممكن تقول غلط. يقول لك التلفزيون هو اللي اختار. أنا قاعد أتكلم التلفزيون اختار. إيش معنى ليفربول؟ التلفزيون اختار توقيت المباريات. أوكي، ليفربول يشكو من جانب تسويق. ليش ما تكون من جانب تسويقي؟ ليش ما تكون متواسعة على جميع الفرق عشان تكون عادل؟ إيش معنى الفرق؟ تدري نظام التغذية، نظام النوم، كل شيء يختلف. مو شيء سهل ترى تلعب بالوقت هذا، وأنت عارف إنه مو متعودين على الوقت. ففي أمور كثيرة تختلف. شمعنا هو 14 مرة في المقابل الثاني توتنهام 6. ليش؟ عطنا سبب واحد. أنا ناقشت واحد مرة قال لنا ليفربول من يكلوب كله منافسات عنده. قلت له زي الفرق الثانية، السيتي ماخذ 5 مرات دوري يا أخي 7 سنين، وصعد نهائي وخسر من تشيلسي، وصعد نهائي انتر فاز، ليفربول نفس الشيء صعد مرتين فاز وخسر، ما له شغل الأمور هذه. فهذا شيء غريب. أنا عندي يعني أنا قاعد أرى يعني الشغلة هذه ممكن ويمكن أكون غلطان. نعم. لأن السنوات الماضية وايد ليفربول انظلم في الشغلة التحكيمية. أنا بتكلم نقطة بس بسيطة. نعم. على الديربي صراحة أنا ما عجبني شون دايك، يعني في أشلي يونغ. أشلي يونغ نعم. أشلي يونغ وعنده انذار وما تبدله وعمره كم؟ يقول لك الشوط الاول كم عمره؟ 30 سنة. زين من اليمة دياز، شلون انت ما شلون حاط اللاعب هذا بالعمر وهاللاعب اللي عنده سرعه ومهاره؟ هذه نقطه. بعد ما اخذ انذار ليش ما بدلت اللاعب على الاقل؟ مو تبدله، تسوي تدوير داخل الملعب. يقول لك الشوط الاول، الشوط الاول عنده انذار وانطرد ودفعت انت ثمنها غالي. انت كنت ماشي صح، لعبت الشوط الثاني كله ناقص لاعب. عموما هي ليفربول ما وجد الحلول الا عن طريق ضربه الجزاء. وصلاح فعلا يعني الاحداث الاخيره ما كتب وما شنو فلسطين الامور هذه واضحه ذهنيا صحته. ضربه الجزاء اللي سجل منها الهدف اعادته للتركيز الذهني صح. ونجح ايضا تغييرات كلوب نعم كانت ايجابيه، نونز والمرتده اللي قطع فيها مسافه وصنعها لصلاح، كل هذه امور ايجابيه. ليفربول قاعد يصير في الطريق الصحيح، لكن سيواجه مباريات صعبه وعليه ان يجد الحلول التكتيكيه، مو انطر تيلي ضربه جزاء او هذه. نعم. النقطه مهمه جدا. نعم. سهيل عندك تعليق؟ انا على السريع بس بدي اقول انه في بعض الاوقات يجري تحديد المباراه شوي بكير خلينا نقول. نعم. بالنظر إلى البث التلفزيوني لليابان والصين وهذه الدول. هو كلوب منذ أن وصل إلى إنجلترا وتولى قيادة الليفر صار عنده كتير متابعين، وأصلا هو عنده كتير كتير متابعين. بالنسبة لسبيرز هلأ كان عم يحكي أنه بالمركز الثاني، هناك الكثير من الناس في كوريا الجنوبية تريد متابعة سون، فهناك بعض الأمور التي تدخل في قصة إنه إتو إيه بس هذا الحساب النادي ما عملك، ما هيدي هي له سبب. نعم. له سبب ما يصير أنت هذا حتى في الدوري الإسباني بعد مرات يشوفوا مباريات مبتشر لأنه إيه. قصة نعم. إنه بدي يشوفوا بالصين وباليابان وبكوريا الجنوبية لأنه هم من أكثر المتابعين تحديدا للدوري ال بس موضوع أنا مستغرب من الدوري الإيطالي. الدوري الإيطالي الساعة 1:30 العمود. نعم. توقيتنا هني. نعم صحيح في مباراة هذا يعني شيء غريب يعني يمكن يعني توقيت ممكن تصير 11 أبشر دوري هو أشوفه أبشر دوري. وبعدين في شغلة ما بدك تنسى مثل مثلا أمس الدوري بياخذوا بالاعتبار إذا صار في شوية شغب حتى يكون مش بآخر الليل. نعم. كانوا بياخذوا بالاعتبار أنه في ضوء وفي كذا، هذا مش بس بإنجلترا، بفرنسا وبإسبانيا وبألمانيا دائما في بعض المباريات الحساسة تخاض بكير مشان تسهيل عملية الأمن. ترى نعم. مالك متضايق من الشغلة بس ما يقدر يتكلم. زين قول لنا رأيك ليش يعني صراحة يعني هل هذا فيها عدل ولا لا؟ والله مثل ما ذكرته يعني ليفربول انت قلت انه 14 وثاني واحد توتنهام 6، في فرق اثنين يعني بس مرتين بتوقيت 12. حتى وانت لما كنت هناك 4 شهور هذا ورحت الانفيلد وهذا نعم. ما بحث بالامور هذه
لا لا بحث في هذه الامور قلت لك يعني يعني في في من ضمن الامور ترى القنوات التلفزيونيه هي تحدد شوي مقدمه لا شوف القنوات التلفزيونيه ترى تحدد هم كل تقريبا القنوات التلفزيونيه كل ثلاث شهور يحددون ثلاث شهور الجايه يعني هم قبل يومين حددوا مباريات شهر 12 متى راح تلعب يحددون المباريات الايام فهم يقولون حسب كلامهم انه بيحطون كثر ما يقدرون عنصر تشويق احترام للجماهير اللي موجوده في شرق اسيا لان توقيتهم مختلف بالاضافه لامريكا فانت مرات تشوف مدريد تلعب له مباراه مبكر تقصد ليفربول قاعد يدفع ثمن شعبيته هذا اللي قاعد يصير ايه وحتى حتى ريال مدريد ريال مدريد ما تشوف له في مباريات مبكر ما في كلاسيكو مره من المرات كان كلاسيكو وبوقت مبكر هذا على اساس انه هذا ما يسعد المفروض يسعد كلوب والله كلوب حسب اللاعبين هو كلوب تيش مصرح يقول انا ما يصير لاعبيني يقعدون الساعه 8 الصبح وياكل باستا او اكله وجبه ثقيله ما يقدر يخلص 8 الصبح اللاعب تو قاعد النوم وين ياكل يحمد يعني ربه ما له نفس مندي مثلا مندي يعني يبي لهم لاعب نفسي ياكل مندي هذا الفير يا لاعبيننا شلون قبل صلوا كاس عالم كاس اسيا والله انا اذكر مره فيصل الدخيل جاسم يعقوب يعني حوارات تكون نعم ان قبل المباراه كذي بساعتين ثلاث داقله مجبوس ديار والله العظيم محبوش باقي ساعتين ثلاث ربعنا غير لا ربعنا جدا غير خلونا ندخل في مباراه ارسنال وتشيلسي سهيل ارسنال نقدر نقول له مبروك كان متاخر بالنتيجه 2-0 ورجع 2-2 نقطة في ملعب ستانفورد بريدج يعني هذا كمان مثل مباراة ليفربول وإيفرتون هذا ديربي نعم. أي نتيجة ممكن تحصل حتى ولو كان أرسنال متقدم كثير على مستوى الفني على مستوى التشكيلة وعلى مستوى الترتيب على تشيلسي بالتأكيد اليوم لما تكون خسران أنت بستانفورد بريدج 0-2 وتعود في المباراة أنا بصراحة كنت فائد الأمل أنه أرسنال يعود ولكن تمكن من العودة هذا ممكن يعطيك أمور إيجابية أنه هناك رغبة لدى الأرسنال بعدم الخسارة هناك روحية الفريق اليوم أرسنال كمان بنقول له مبروك لأنه بعده بالصدارة إلى جانب مانشستر سيتي ب 21 نقطة كمان أرسنال لم يخسر ولا أي مباراة منذ انطلاق الموسم 9 مباريات 6 فوز وثلاثة تعادل أمام الفرق الكبرى بالدوري فاز على يونايتد فاز على سيتي تعادل مع سبيرز وأيضا مع تشيلسي 2-2 وعلى مستوى النقاط المباراة بحد ذاتها بشوف أنه كانت متوازنة نوعا ما يعني تشيلسي 5 تسديدات على المرمى أرسنال 3 الاستحواذ 43-57 ركلات الركنية 2 لتشيلسي 7 على أرسنال خلينا نقول على مستوى الكروسز يعني العرضيات عنا 6-17 ولكن عموما تشعر بأنه الأرسنال صار عنده شخصية بالموسمين لمديو سواء الموسم الماضي ولا هذا وبالتالي لا يخشى أحد عنده الرغبة وأنا ممكن أقول له لأرسنال مبروك أنه قدرت تحقق التعادل من أرض تشيلسي ولكن بالنسبة لتشيلسي بوتشيتينو كان بحاجة يفوز نعم. كان يمكن اللاعبين اخذوا حافز كان محقق الانتصارين قبل المباراه هذه فكان ممكن طبعاً. ينتصر ويعدل المسار خصوصا ابو عبد الله على ارسنال شوف انا زين ابو عبد الله اتفق معه نعم خاصه تشيلسي مو قادر يفوز من 2018 على ارسنال في ملعب يعني احصائيه هذه تدل على ان تشيلسي صار يعاني في السنوات الاخيره والله شوف مباراه السابق ما كان عنده مشكله يفوز على ارسنال بوتشينو يعني قدم مباراه كبيره وفي تطور كبير مع تشيلسي نعم. يعني حتى الدقيقه 75 مسيطر على المباراه ارسنال ترى ما سدد على المرمى الا بالشوط الثاني نعم هذا يبين لك لان في عمل كبير يعني شلون فرط بالفوز مو فرط بالفوز من اخطاء الحراس انا شغله هذه الحراس وبناء الهجمه وان الحارس يلعب يبني نعم. يشوف هذه امور يعني اكثر من حارس اونانا مال اليونايتد اكثر من حارس قام تصير اخطاء الفلسفه هذه يعني الكره لاحظ الكره الان انت المدرب تبي الحارس اوكي ساهم في البناء بس مو بالطريقه هذه قاعد تصير اخطاء كثيره يعني امس ارسنال ما له شغل في المباراه والمباراه رايحه لتشيلسي نعم 2-0 وربع ساعه لكن لما الحارس ليش ما تلعب الكره داخل نعم. ليش ما تلعب كره طويله انت شايف ارسنال خسران 2-0 وضاغط عليك في ثلث ملعبك ليش تلعب تمريره وفاتح انت شوف الهدف هذا المفروض يصير دراسه يعني انت ضيعت مجهود 75 دقيقة الفريق ما خلى مساحة في الملعب ما ترك فرصة ان ارسنال يسدد اللي افهمه من كلامك وعبد الله انك تشيت في بوتشيتينو امس طبعا وما له شغل بالتعثر لا 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 ما يصير شوف لما انا مدرب اعطي تعليمات واعطي خططي وتكتيكي واللاعبين قاعد يدون ومتقدم في النتيجة
يجي لك حارس مرمى يخطئ، يجي لك مدافع يخطئ، هذه أخطاء فردية. لكن أنا أتمنى أن تكون الاستفادة من الأخطاء، يعني بوتشينيو أنت راح تعبك هذا كله من خطأ حارس. حارس أنا الحارس هذا لازم مرة ثانية نبل، لا يتكرر، إحنا في بداية موسم. بس هذه طريقة ما أنت إذا مو واحد حتى لو متمكن، حتى لو حارس على أعلى مستوى من المهارة، يا أخي الكرة اللي أمس العب الكرة طويلة، واضح لرسين الضغط بملعبك، شلون تمرر؟ زين لما مررت أنت وين واقف؟ أنا ماني عارف، الحارس ما يشوف أن اللاعبة في المنافس يم قريب ضاغط عليه، نعم ضاغط ما يشوف، وشلون تارك المسافة هذه حق شلون هات الجول كذي؟ وراي سجل بسهولة طبعا، لمسة واحدة لاعب ذكي يسجل عاد لرسين، نعم. الهدف الثاني أيضا خطأ دفاعي تمركز، نعم. فكل يعني كان محظوظ أرسنال بالتعادل صراحة في 10 دقائق الأخيرة، وهذه درس له، نعم. لأنه قدم أسوأ مباراة له، نعم من أسوأ المباريات بالنسبة لنادي أرسنال، نعم. ولكن خرج بالنقطة، محظوظ. يعني أبو عبد الله تكلم عن خطأ حارس تشيلسي، أنا بكلمك عن خطأ حارس أرسنال وهدف مدرك الثاني أمام أرسنال. يعني أنت في السابق طالبت أنه خلاص يثبت رأيه، وبس رأيه موجود حاليا في مطالبات يقولك خلاص رجع رامزدل. شوف أول شيء بالهدف مودريك، أنا لاحظت أنه رايا كان متقدم كتير، يعني اليوم كان متوقع كروس، ولكن كمان أنت لازم تأخذ الاعتبار أنه في بعض المرات بيصير في ديفلكشن للكرة تصدم بمدافع. أي كرة رايا متقدم طبعا مودريك، الهدف مودريك، لا 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 مو متقدم، مو متقدم، بلا بلا لا بصراحة ترى كان طالع، لا 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 لا، نعم. لا بالجول مو طالع برا وايد، أنا وريتك اللقطة بس كان متوقع أن كروس، لا لأنها ما يت عنده راحة الزاوية الثانية، نعم صعبة جدا، بس كان مجدم يعني مقدم شوي مش ما إيه بس، نعم. هي الكرة صعبة جدا بس وقفتها غلط، بس مو طالع وايد، لا لا مش طالع خمسة طالع إيه، بعدين الكرة ترى مبين ستيرلينج جاي من الخلف جاي حق الغام الثاني، الكرة، نعم. الثانية الغام الثاني، نعم. واضح انه لاعبها له، بس يعني صارت حظية. اوكي هذا واحد. اثنين في شغلة كمان، مرر كرة بعد هالخطأ بدقائق صغيرة، نعم. مرر كرة بالخطأ الى بالمر، كان راح يسجل هدف الثاني. اليوم انت لما كان عندك رامس ديل هو الحارس الاساسي، قمت جبت انت رايا، سألت يا أرتيتا ليش جبت رايا؟ قال تحت أعمل أنا منافسة، خي حارس المرمى بيختلف عن لاعب الوسط، اليوم حارس المرمى بده يكون مرتاح، بده خلينا نقول بده يكون عنده يعني التركيز الكامل، أنا ضد قصة مداورة ما بين الحراس، اليوم رايا جلبه من برنتفورد على سبيل الإعارة وممكن يشتري ب خلينا نقول بأواخر السيزن، عندما سئل أرتيتا ليش جلبت رايا وأنت عندك رامس دي اللي هو بالمنتخب، قال حرفيا لدى رايا مواصفات أفضل لأسلوب لعبنا فقط لا غير، نريد لاعبين على الأقل لكل مركز. أنا هذا الكلام على مستوى حارس مرمى، بحب أن يكون في عندي حارس مرمى أساسي والتاني ما يكون يعني قاعد على أعصابه لأنه رح يفقد الثقة. اليوم هناك بعض الأقاويل مالك أنه رامزديل يبحث عن الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية. نعم أبو عبد الله بكل صراحة، مدرك هل كان يقصد تسجيل؟ هو حسب تصريح أن مدرب الحراس قال له ان ترى رايا دائما يكون مجدم فبالتالي تستغل هذا التقدم وسجل عليه، يقصدها مدرك ولا لا؟ لا انا بقول لا، حسب كلام بس ابو عبد الله شغل ماي، مستحيل، واضحه مستحيل انه قاصدها، والمسافه هذه بيسجل فيها هدف، لما تشوف الكره كانت تحول سريع، نعم. وتشوف ستيرنك وريتك اللقطه شلون جاي من الخلف، قادم من الخلف، نعم. ورايح على العارضه الثانيه، واضحه انه قاصدها حق ستيرلينج، بس ترى وايد تصير كذي يعني عادي، بس ما تصير على مستوى دوري مثل المحترفين بالمستوى الأول، نعم. إن تدخل أهداف على الحارس بالطريقة هذه، هذه شغلات ما تصير في الدوري مثل هذا، أقول بصراحة، نعم. نادر ما نشوفها. سهيل نفس الشيء يقصدها ولا لا؟ بكل صراحة أقول لك شغلة من حوالي لحظة، مش الأسبوع اللي طف اللي قبله، كومن لاعب بايرن ميونخ سجل هدف
سجل هدف هيك بهذه الطريقه، ولكن اعترف انا قصدي ارفع الكره ولكن دشت بال يعني مو غير صادق كذاب مبين كذاب ليك لان عبد الله قال انا اقول لك ليش انت بتقول انا بس شوف الله. شوف لما لعبها وين راسه بالارض 100% هذا واحد اثنين بعدين في شغله لم ينظر الى زاويه الحارس ابدا مش انه طلع على الحارس انا برايي هيدا بالحظ بالحظ اي بالحظ وما تصدق تصريح اللاعب مع انه يقول المدرب الحراس بلغ انه رايه راح يكون متقدم خي هيدي هذه قص فيها على هيدا خيله يقولها بالاعلام تقول لك شغله لو 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 كان دييغو ارماندو مارادونا بصدقه لو كان هاجي لاعب روماني سابق بصدقه ولكن كمان لا مش ممكن يعني كم كره جت مثل هذه انه يلعب كره عرضيه بالطريقه هذه خلنا اقول لك انا احسب كم كره يمكن هذه الكرة الأولى له نعم من كرة واحدة بتسجل يعني أنت جايتك كذا كرة ولاعبها متعمد ورا كل كرة بتلعبها كذي ما بيصير ما يصير نعم فبالتالي اثنينكم تشوفون مستحيل مستحيل أنا أصيده بشغلتين القائم الثاني ستيرلينج وأصيده راسه بالأرض لما لعب الكرة راسه بالأرض نعم جميل عموما وصلنا لختام حلقتنا وختام الفقرات يس اور نو فقرتنا ختامية فقرة يس اور نو الإجابة فقط بنعم أو لا من غير تبرير أو تحليل يا كباتن ويا رواد السيتي البرنامج وين السيتي راح نتناقش فيهم بإذن الله باكر لأن ما السيتي عندنا متصدر باكر دقيقة رمتو غوارديولا يلا خلص الوقت القادسية لن يستفيد من تعثر الكويت سهيل لا راح يستفيد لا يعني لا ابو عبد الله ان شاء الله يستفيد ليفربول لحظه انا ما اخذت منك الاجابه يستفيد ولا ما يستفيد عم تلعب عليك ان شاء الله يستفيد لا ما في ان شاء الله ما في في او لا نعم او لا ابو عبد الله يستفيد نعم يستفيد نعم يعني اوكي ان شاء الله يستفيد دام قلت لن يستفيد فالاجابه لا ليفربول استفاد من الحكم امس سهيل نعم ابو عبد الله تعويض ابو عبد الله نعم او لا يا حو انا لا امس عوضوه اشكره مبين يعني نعم هذا اللاعب طرد ما بس مالك في شغله انا عم جاوبك ابو عبد الله لا يعني عم بحلل ابو عبد الله انا للاسف ابو عبد الله ترى لما يعني جاوب أنا ترى ما عندنا وقت ابو عبد الله لما جاوب اجابتي واضحه نعم ما عندنا رامزدل يستحق يكون اساسي في ارسنال سهيل نعم ابو عبد الله نعم ما ادري ايش في عليه ارتيتا اوكي سكوت ماكتوماني افضل لاعب اسكتلندي هذا الموسم سهيل نعم ابو عبد الله اسكتلندي اسكتلندا اي يعني اللاعبين الاسكتلنديين مو باليونايتد اسكتلندي بشكل عام في اي روبرتسون هلا ايش بقول لك روبرتسون ليش عم يسال متعور روبرتسون مش هناك عم تسالنا متعور انت تبي باسكتلندا ولا حاليا هالموسم لاعب اسكتلندي سكوت ماكتوماني يلعب في مانشستر يونايتد هل هو الافضل اسكتلندي في العالم حاليا هو بيلعب بالمنتخب حتى هلا اسكتلندي بس مو باليونايتد حلو شكرا سهل حويك شكرا محسن غانم شكرا السادة المشاهدين والمستمعين ونشوفكم على خير باكر إن شاء الله مارينا.